يصوب يفقد المحاولة. أين المتابعة؟ أين المتابعة الدفاعية؟ تبقى هجومية المتابعة ولكن الآن تبقى دفاعية. يجب اللعب بحرارة تحت السلة. هذه محاولة من كريك ويسجل. يا سلام، هذا هو كريك. فقدنا كريك ولكن الآن يعود كريك ويسجل. أزالت الأمور متأخرة، نحتاج للتقدم. وليد الزعبي يخميس كاسوس الآن. مهدي بن محمود يحاول ويسجل. ممتاز المهدي بن محمود، يلعب بهدوء تام الفريق التونسي من دون أي ضغوط، يعني رغم حضور جماهيري كبير ولكن يبدو أن الضغوط كانت على الأهلي. هذه محاولة من كريغ ومرة إلى أوراني جرين. أوراني جرين يسجل، يسجل أوراني جرين. فارق 3 نقاط الآن، دخلنا في آخر 3 دقائق وعشر ثواني. الوقت يمضي والتسويق وضعت. ترجع إلى زين، هيا يا زين. زين خطأ، خطأ على اللاعب المهدي بن محمود. ميز كاسوس الآن. كاسوس يعطي الكرة، يقطفها خالد. خالد يسيطر عليها. هيا يا خالد، هيا يا خالد. إلى كريك، كريك ويا السلام. يا السلام، يا السلام، يا السلام. الفارق نقطة، يا سلام الفارق نقطة. هيا يا شباب، تمرير الكرة خميس كاسوس الآن. آخر 2:28. المهدي بن محمود يحاول التصوير، يفقدها. ترجع الكرة من جديد، تبقى لمسعة الفريق التونسي. المهدي بن محمود يحاول المرور المهدي ولكن مقطوع الكرة. ممتاز خالد، قلها بسرعة يا خالد. نقل الكرة باتجاه أورين جرين. علينا التركيز يا أورين جرين. أورين الآن كريك، كريك يمر، يمر والله يتقدم. الأهلي يحلب الطاولة، يتقدم، يتقدم. روح كريك، روح، روح كريك. والجمهور ينتفض، الجمهور ينتفض. المهدي بن محمود، خميس كاسوس، أداري من الأهداف الثلاثية. أهلا بكم خميس، خميس كاسوس، المهدي بن محمود، المهدي حول الدخول، الدخول الآن من المهدي. يصوب ويسجل، يسجل. الفريق التونسي يتقدم الآن، يتقدم بفارق نقطة. كريغ ويندر، زين العابدين، زين يمر، يمر، يمر ويسجل، يمر ويسجل. روح يا زين، أنت من طينة اللاعبين الكبار يا زين، من طينة اللاعبين الكبار. أصبحت لاعبا كبيرا بعد أن كنت لاعبا صغيرا. سجل 54 نقطة في المباريات الأربعة الماضية، منها 5 رميات ثلاثية. 25 متابعة، تمريرات حاسمة كانت 12. أرقام رائعة حتى يعني اليوم. يسجل. هؤلاء هم اللاعبين الكبار، هؤلاء هم اللاعبين الكبار، يظهرون وقت الشدائد. ممتاز يا أورن جرين، الفارق اتسع والأهلي على موعد، على موعد مع التاريخ الآن. أنا محاولة من جديد، نقل الكرة، يا سلام يسجل، يسجل. انتفض الأهلي، انتفض الجمهور، المشجع خلاص. الأمور انتهت، الأمور انتهت. هذه محاولة، وضاعت المحاولة. أرجع الكرة من جديد، تصويت الآن، ضاعت. وآخر 6 ثواني و3 أجزاء من الثانية. ألف مبروك، ألف مبروك للأهلي، ألف مبروك للأهلي. البطولة الثانية، البطولة العربية لأندية كرة السلة في نسختها 26. ألف مبروك يا أهلي، ألف مبروك لجمهور الأهلي الكبير، ألف مبروك لبنغازي، ألف مبروك لليبيا، ألف مبروك. إذا المشاهدين الكرام، انتهت الأمور، انتهى كل شيء. الأهلي فاز، الأهلي توج بطلا للمرة الثانية في تاريخه. شكرا للأهلي، شكرا لفريق الجمعية الرياضية الحمامات الذي قدم مباراة رائعة ومتميزة. فريق الجمعية الرياضية بالحمامات يستحق كل التحية، كل الفرق لعب.
كل الشكر والتقدير. شكرا للجان المنظمة، شكرا لكل من عمل بإخلاص، وكل التحية.